هو ما وقع اليوم هو اننا اخذنا على محمل الجد هذا الملف، الملف المتعلق باختفائي او الشخص مجهول المصير تامي بناني. تامي بناني مجهول المصير، اليوم خصنا نعرفوا المصير ديالو. علاش خصنا نعرفوا المصير ديالو؟ لان تامي بناني عندي في الدار، عندي وليد صغير ممكن انه يلقى المصير، ومراهق ممكن ان يلقى مصير تامي بناني. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه اننا اليوم تامي بناني الام ديالو مكلومه مسكينه، ما عارفاش المصير ديال الابن ديالها، بغات غير تعرف المصير، لكن مية تجيبوا لها الجثه تدفنها وتبدا تزورها مره في العام ولا تزورها من ليله القدر ليله القدر. بمفهوم اننا اليوم امام ملف فجع. ما وقع هو ان مجرد ان رفعنا شعار ديال مصير تامي بناني اصطدمنا بشخص يدعي بانه حقوقي، وبدا يرفع صوته ويتكلم عن اننا نشهر بالناس ويتكلم على اننا هذه امور اللي حق ام تامي بناني وحق كل من يتضامن مع تامي بناني ان يعرف مصيره. اذا هذا حق من الحقوق، لا يمكن ان نسكت اي صوت من الاصوات اذا حاول ان يرفع صوته ويعبر عن رايه في الشارع. هذه لا سمحتي لي هذه اول شيء هو حق كوني موثق في الميثاق العالمي لحقوق الانسان 1948، وحق دستوري موثق بالدستور المغربي 2011، وحق قانوني موثق في المجلس الوطني لحقوق الانسان. اذا حنا شكون اللي غيسد لنا فمنا؟ حتى حد ما غيسد لنا فمنا، غنبقاو نعبروا عن الراي ديالنا في الشارع العام في انضباط وكذلك باحترام جميع القوانين التي تنظم المساله ديال التعبير عن الراي. هاد الوقفه حنا هي بغينا باش جميع المغاربه يعرفوا بان هذيك القضيه ديال تامي بناني ليست هي القضيه الاولى من نوعها، بل هناك عده قضايا ونحن في طريق هذه القضايا، ويجب الوضع الحد لها. ونحن اليوم وضعنا لافته اسمها صوت العداله، وضعنا صوره تامي بناني الضحيه، وصوره عبد القادر الحيرش الضحيه ايضا، وصوره الوزاني سعد ضحيه المدرسه، وصوره الديش ايوب ايضا الذي توفي، الدركي الذي توفي بطريقة الغدر. وضعنا على كل صورة وضعنا لها عبارة، وضعنا أن مثلا بالنسبة لتامي بناني ذهب ولم يعود، أما عبد القادر الحيرش فهو كان هدية الزواج، أما سعد الوزني فقد ضاع عمره في مدرستي، الديش أيوب طريق الغدر، وهذه الواحة، هذه الواحة التي تضررت بهذا الحريق، ونحن ندافع عن الحق ونرفع صوت العدالة يعني تحسيس الرأي العام وتحسيس السلطات. جديد قضية تامي بناني أنها تم تأجيلها إلى 30/3 في هذا الشهر هذا لإطلاع باقي الأطراف على وثائق قمنا بوضعها لدى المحكمة الابتدائية أمام الهيئة.